بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على إرضائك وزدنا من إذنك بمحبتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله الأعظم. نعود كما قد عدنا في الفيديوهات السابقة إلى آية 7 من سورة ياسين. لقد حق القول، يا ناس راهي خطر الصافية، حق القول ماهيش حكاية بتاع أو حقوق أو أقوال، لا، أقوالكم تافهة ومورطة وكلها جوفاء ولا صلة لها بالحقيقة اللي ارتضاها ربنا باش نشهد بشهادة حق. أنتم حق عليكم القول لأنكم عطلتم الحق أن يكون فاعلا في حياة الحقيقية. برا شوف قداش تهمتوا من أبرياء، وبرا شوف قداش عطلتوا من أمور اللي فيها خير العامة، عطلتموها بالمونوبوليزاسيون. وأنا مجر ما لما كان نحن نخدموها المافيا فقط، الفساد يرسي عنا، وما ما حد فاسد غير نحن، ويشربنا ذلك الفساد، يشرفك ويعرفك، ولكن بعد قليل سترى إن كنت على حصان أو على حمير أنت أسوأ منهم في النذالة والغباوة. نسأل الله السلامة.